لكن هي الفكرة بتاع الشيخ زايد كانت فكرة صائبة، يعني انقذ العراق وأهل العراق مستحيل، وممكن في الحد تقعد في أي دولة ويقدروا يستضيفوك، لكن بعد الحرب بقت صعبة، صعبة جدا. وفي معلومات انه قبل انه الشيخ زايد بس الواحد مع الامريكان ووافقوا الامريكان، نعم الرئيس بوش وافق على مبادرة الشيخ زايد، بس يعني هل هو بعد ما صدام حسين يمشي حيسيبوهم؟ ده بقى علامة استفهام. وتخيل ان الشيخ زايد رحمه الله تحمل ايضا، انتم في صدام حسين مش اي رئيس عادي بيمشي عليه ثارات وعليه ناس، بده كان حيتحمل موضوع امني حتى في الامارات، لكنه يعني بادر كعادته. صدام حسين كمان كان صعب وما تفهموش بسهولة، وله منوراته هاي. تروح تروح عشان ما فيش حرب يضحك علي يقول لي انا مش هحارب ومش هخش الكويت، بس ما تقول لهمش. انا ما بحبش هذا الاسلوب، عاوز تعمل حاجه اقول لي اسمع ما عملوش انا هضربهم، لما في تحذير اقوم انا اقول للكويت بلاش حلوا المشكله بدل ما يضربكم، لكن اروح اقول لهم لا ده مش هضربكم وبعدين يضربكم. عاوز بدي اياك يعني مثلا كنا بديهم حقنه مخدره. شو كيف كان شعورك وانت وملقى القبض عليه صدام؟ كنت تتوقع ان النهايه له سياده الرئيس بهالطريقه؟ هو عمل في نفسه النهايه، واحد يقول لك انا عندي النووي ولا عنده النووي ولا عنده هباب، هو كان معاه شويه فلوس وعاوز ياخد فلوس البترول اللي في الخليج كلها عشان يبقى قوه كبيره وعاوز يبقى زعامه، بس الزعامه مش بالعافيه وتخوف الناس ابدا اطلاقا يعني، لكن قوه ايه يعني؟ طب ما هو مع ايران حربه 8 سنين، شوف موت كم مواطن عراقي، شوف الاقتصاد العراقي اتبهدل قد ايه، كان الفلوس اللي صرفها على القتال كان زمان العراق دي اغنى دوله عربيه في المنطقه، اغنى من السعوديه وغير السعوديه، اغنى من الكويت، اغنى من الامارات، لو فلوسها استخدمت استخدام الصحراء. دوله فيها نهرين، فيها ارض زراعيه تاكل العالم العربي كله، فيها بترول واحتياطي ثاني احتياطي في العالم، وفيها شعب كان تعداده 14 15 مليون، يعني مفيش مشاكل.